عليها. بسم الله الله اكبر يا وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى. مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تمكن الملاكم المغربي رضا جيكيتو من الفوز على خصمه السربي باتريك بالضربه القاضيه منذ الجوله الاولى من النزال، وذلك ضمن بطوله دبليو بوكسينغ للملاكمه الانجليزيه التي اقيمت يوم 9 مارس من هذا الشهر بفرنسا. قبل مشاهده لقطات من هذا النزال الشيق، فاذا كنتم من عشاق رياضه الكيك بوكسينغ او مهتمين بجميع اخبار الرياضيين المغاربه، فلا تنسوا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة تشجيع لنا على مواصلة هذا المحتوى الرياضي، وكذلك من أجل أن يصلكم كل جديد وفرجة ممتعة. Let's go!